سقطت صنعاء، مسلح الحوثي يحكمون سيطرتهم على العاصمة. هذا البيت سقط في قبضة المسلحين ليلة سقوط عاصمة اليمن. ما عادت صورة مالكه تؤثث المنزل، داسها المسلحون والناس بأرجلهم، صار المنزل مفتوحا للعموم، حتى المسبح صار لغير أهل الدار. لطالما اجتمع هنا حميد الأحمر مالك المنزل والنائب البرلماني. على مقعده تلتقط الصور التذكارية، ومن منزله يأخذ الناس تذكارا لهم. نهبوا جزءا من محتويات المنزل، يضم المنزل تجهيزات فخمة ما رأت مثلها عين يماني. وجدنا يا أخي أشياء ما كنا نتخيلها ولا كنا تخطر لنا على بال، ولا تخطر على بال أبدا. مصادر إعلامية قالت إن المسلحين كانوا ينوون تفجير هذا المنزل ومنازل أخرى تابعة لآل الأحمر، غير أن دعوات من موالين للحوثي تطالبهم بتحويلها إلى منشآت يستفيد منها الشعب اليمني. أدعو أنصار الله إلى أن يحولوا كل ممتلكات علي محسن الأحمر وأولاد عبد الله الأحمر إلى متاحف للشعب اليمني ليرى الشعب اليمني ماذا نهب. لم يكن اقتحام المنزل أمرا سهلا على مقاتلي حركة أنصار الله الحوثية، لم يتمكنوا من دخوله إلا بعد اشتباك عنيف مع حراس المنزل سبقه حصار لكافة مداخل البناية. يعني وحرب عنيف هنايا، قلت لهم منهم أربعة بعد الانسحاب بناديهم في المغرب، بناديهم في المغرب ريحوا لكم ما رضيوا يسلمون نفسهم، آخرنا هجمنا عليهم ودخلنا. حميد الأحمر رجل أعمال ونائب برلماني منذ 93 من القرن الماضي، هو واحد من بين الأشخاص المطلوبين لدى حركة الحوثي بسبب الحروب التي شنت ضدهم في عهد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.